موجود معاه في هذه اللحظات، والنادي الاهلي هو اللي بيجمعنا، النادي الاهلي هو اللي بيجمع كل طوائف الشعب المصري في المكان ده، في المقر ده، في الجزيره. استاذ فاروق الفيشاوي برحب بيك وصباح الخير على كل الاهلاويه، ويوم ان شاء الله متفائلين كلنا بالنسبه للنادي الاهلي ومستقبل الاهلي. وانا برحب بيك، برحب بقناه الاهلي، برحب باعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي العظام اللي تواجدوا بهذه الكثافه، وده قيمه النادي الاهلي، حب النادي الاهلي في القلب ويحركه العقل. يعني هذا الكارنيه، كارنيه النادي الاهلي، له قيمه كبيره جدا عندي وعند اهلي وعند عيلتي وعند يعني وعند مئات عشرات الالاف عشرات الالاف والملايين. حب النادي الاهلي فعلا شيء عظيم جدا ومتمثل بشكل عظيم جدا النهارده في الانتخابات. احنا في مرحله صمت انتخابي في التوقيت الحالي، بنتكلم في النادي الاهلي وعادات النادي الاهلي. دايما بتشارك، يمكن انا حضرت في كذا انتخابات قبل كده، وحضرتك بتتواجد، الفنان صلاح السعداني، كذا، كل الفنانين الاهلاويه المتواجدين. واجبنا تجاه نادينا الحبيب وتجاه اقتناعنا وقناعتنا الكبيره جدا بان هذه المؤسسه العريقه العظيمه بمبادئها التي لا تتغير والتي لا تنتهي وتتجدد دائما، بيلزمنا بان احنا نكون دائما ورا النادي الاهلي، وخاصة في الانتخابات، لأن ده اختيار واعي، اختيار بيصبح مسؤولية عليك على الناخب قبل ما تكون مسؤولية على مجلس الإدارة. لجنة 19، يعني بنتكلم عضوية من كام سنة؟ لأن يعني أنت بتتكلم مثلا 40 50 سنة تقريبا. تقريبا. حضرت انتخابات كتير، المشهد النهاردة حاسس إن هو مختلف؟ المشهد مختلف لأنه أنا جيت بدري جدا، من اول ما فتحت ابواب النادي حضرتك شايف الكثافه العظيمه جدا. يعني دلوقتي احنا الساعه كام؟ بدري جدا، والدنيا خفت لان الناس جم وحرصوا من الاول خالص. 9 صباحا كان هذه الخيمه مليئه بالناس اللي جايين ينتخبوا ويحرصوا على الانتخابات، والنادي الاهلي دايما بيحقق يعني ارقام بالظبط كده. الاهلي دي 90. ايوه. طيب بشكل عام، ايه الرساله اللي ممكن تقولها لعضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي لسه متواجد في منزله دلوقتي وحريص انك توجه له رساله عشان ينزل ويشارك في صنع مستقبل النادي؟ انزل يا اهلاوي عظيم، انزل يا عضو الجمعيه، احدى الجمعيات المهمه في هذه المؤسسه المهمه، علشان تدلي بصوتك، لانه الادلاء بصوتك هيدينا قوه وهيدينا اختيار صحيح لمن يمثلنا في هذا النادي. توفيق يا استاذ فاروق، وسعداء بوجودك على شاشه قناه الاهلي. مبروك اللي هينجح ايا كان هو مين. شكرا 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 جزيلا.